بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم إن شاء الله بتقنية جديدة ألا وهي تقنية Link to XML. بعد الانتهاء من أساسيات اللينك أو خلينا نحكي تقنية اللينك، وأيضا تم الانتهاء من تقنية اللينك تو سيكوال، اليوم عمالنا نحكي عن تقنية اللينك تو اكس ام ال. فخلينا نبدأ بهذه التقنية. تقنية اللينك تو اكس ام ال راح نناقش خلينا نحكي في الدرس الأول اللي هو لينك تو اكس ام ال كيفية إنشاء اكس ام ال دوكيمنت، وذلك عن طريق استخدامنا لتقنية اللينك تو اكس ام ال. أنا محمد إمام عرفي، بإمكانكم تتواصلوا معنا الإيميل التالي محمد_عرفي@hotmail.com. اوكي، في هذا الدرس اذا راح نناقش اللي هو كيفيه انشاء اكس ام ال دوكيمنت، وذلك عن طريق استخدامنا لهذه التقنيه اللي هي لينك تو اكس ام ال. بالبدايه قبل ما نبدا بتقنيه اللينك تو اكس ام ال، لابد انه نعرف انه في عندنا ما يعرف بالفانكشنال كونستراكشن، والفانكشنال كونستراكشنز هي عمليه اللي هي او خلينا نحكي هي القدره على انشاء اكس ام ال تري بسنجل ستيتمنت بداخل هذه اللي هي خلينا نحكي التقنيه، هي تقنيه لينك تو اكس ام ال. فبالتالي انا كيف بدي اقوم بانشاء اكس ام ال دوكيمنت؟ لان قبل ما ننشئ اكس ام ال دوكيمنت خلينا نفهم شو مكونات هذا الاكس ام ال دوكيمنت. لاحظ انه عندي هنا بالبدايه في عندي عماله اللي هو خلينا نحكي لاينز او تاج، بوضح لي في اللي هو الفيرجن والانكودينج والستاند الون. اذا في هذا السكشن الاول بامكانك انك تنشئه عن طريق كلاس بتزودك فيها لينك تو اكس ام ال تكنولوجي، اللي هي هذا الكلاس اسمه اكس ديكلاريشن، في حين انه الكومنت بامكانك انك تنشئه عن طريق كلاس اسمه اكس كومنت، وهذا الكلاس هو خاص بتقنيه اللينك تو اكس ام ال. ايضا لاحظ انه هنا في عندي اللي هو الستودنتس اللي هو الروت او خلينا نحكي الاليمنت، هذا الروت اليمنت، وبامكانك ايضا انك تنشئه عن طريق الكلاس اسمه اكس اليمنت، وراح تلاحظ انه بداخله انذر عندي هنا اللي هو X element. وراح تلاحظ انه نفس هذا خلينا نحكي الاليمنت له خلينا نحكي ID، وهذا الID بنسميه اللي هو attribute، وبامكانك ايضا تنشئه عن طريق كلاس اسمه X attribute. اوكي، خلينا نشوف ايضا كيف بامكاننا نتعامل مع هذا اللي هو الامر. راح اروح مباشرة عندي هنا على اللي هو البروجكت الموجود عندي هون اللي هو Lesson 1، واللي هو من نوع Console Application وهو Empty Application. حتى نستخدم كل الكلاسز اللي ذكرناها سابقا، لابد انه نعرف انه في عندي namespace لابد اني استخدمها اللي هي System.xml.link. الان بالبداية حتى انشئ اللي هو XML Document، فبالتالي لابد اني استخدم عندي هون اللي هو X Document، تمام، وراح اسمي عندي هذا اللي هو الاوبجكت اللي هو XML document زي ما احنا فعليا شايفين، وحاجه احكي عندي هذا اللي هو new من هذا الاكس دوكيمنت. اوكي، لاحظت ان هذا XML document هو باخذ عندي other document، وباخذ ايضا في عندي content، وباخذ هون عندي declaration وcontent. انا بهمني هون الديكلاريشن حتى اعرف عندي هاي الديكلاريشن اللي هي الفيرجن والانكودينج والستاند الون. فبالتالي راح اروح مباشر عندي هون واجي اعمل عندي هون اللي هو new من الx declaration، وهي الx declaration عمالها بتاخذ اكثر من باراميتر. راح نستخدم الاوفرلود الثاني اللي هو الفيرجن، وانا عندي هون الفيرجن خلينا نجي نحدده حسب عندي هنا بالسلايد، عندي هنا اللي هو 1.0 الانكودينج UTF-8 والستاند الون قيمته يس. فبالتالي راح نجي نحكي عندي هنا اللي هو 1.0، ايضا بالنسبه الى الانكودينج اللي هو UTF-8، وايضا بالنسبه الى الستاند الون راح نجي نحكي عندي هنا اللي هو يس زي ما احنا فعليا شايفين. هيك احنا فعليا انتهينا من اللي هو الديكلاريشن الموجود عندي. فخليني نجي الان نرتبه بهذا الشكل، تمام. الان انا انتهيت عندي هيك من اللي هو الديكلاريشن. اوكي، بعد الانتهاء من الديكلاريشنز انا في عندي اللي هو الكومنت، فايضا انا عندي هنا بامكاني اني اجي احكي عندي اللي هو new x، عندي هنا اللي هو comment، بحيث انه الكومنت راح تكون هي string value، وانا اوريدي قمت بتجهيزها وهي موجوده عندي هون، راح اعمل منها copy ومباشره راح اعمل لها paste، لان احنا هيك فعليا انشانا هاي اللي هي الx comment الموجوده عندي. فبالتالي راح ارجع الان مره ثانيه، لان انا هيك انتهيت من الx عندي comment. لاحظ انه ايضا بتاخذ عندي هون اللي هو another parameters اللي هو الكونتنت. لاحظت هون الديكلاريشن كونتنت في عندي هون بدون باراميتر، انا راح استخدم الاوفرلود الثالث اللي هو الاكس كومنت، او عفوا اللي هو الكونتنت، تمام. الان الكونتنت انا هنا بدي اقوم بالبدايه باعطائه اللي هو الروت اللي هو عباره عن ستودنتس، فبالتالي راح اروح مباشره عندي هون اجي احكي له نيو اكس اللي هو اليمنت، بحيث انه الاكس اليمنت راح تكون على النحو التالي اللي هي ستودنتس. اوكي،
تمام، لأن هذا الروت تمام اللي موجود عندي هون بيحتوي بداخله على another element اللي هو student، فبالتالي خليني أقوم الآن بإنشاء هذا ال student، فبالتالي رح أرجع أعمل عندي هون اللي هو comma، وأجي أحكي عندي هون new تمام ل x عندي هون اللي هو element، وهذا ال x element هو فعليا ال student، وراح تلاحظ إنه هذا ال student له ID 101، فبالتالي رح أجي أحكي عندي هون بال x element عندي هون هو فعليا student. اوكي، وايضا في له attribute اللي هي عباره عن ال ID، فبالتالي رح أجي أحكي عندي هون اللي هو new x عندي هون اللي هو attribute، وبداخلها رح يكون في عندي هون اللي هو خلينا نجي نحكي القيمة و البراميتر تاعها اللي هو خلينا نجي نحكي الاتريبيوت والفاليو تاعها، وهنا عندي الاتريبيوت هي عباره عن الاي دي والفاليو اللي هو فعليا رقمه واللي هو رقمه كم 101، فبالتالي راح اعطي عندي هون القيمه 101. اوكي، انا هيك فعليا انتهيت من الستودنت بحيث اني قمت هنا باعطائه الاي دي 101، انا لساتني شغال على نفس عندي هذا الستودنت. اوكي، فبالتالي راح اقوم باضافه النيم والجندر والتوتال ماركس لنفس هذا الستودنت، فبالتالي انا نفس الستودنت شغال عليه اللي هو 101، راح اجي اعمل الان عندي هنا كوما واكمل عليه تمام لنفس هذا الستودنت، فبالتالي راح اجي احكي عندي هنا اللي هو نيو اكس اليمنت، بحيث انه راح يكون له عندي هنا اللي هو النيم، وراح يجي نحكي النيم لإلي هون، اسمه راح يكون عندي هون اللي هو مارك، والجندر له ميل، والتوتال ماركس هي عباره عن 800، فبالتالي راح يكون في عندي هون اللي هو مارك زي ما احنا فعليا شايفين، وايضا راح يكون في عندي هون اكس اليمنت، بحيث راح احكي عندي هون اللي هو الجندر، والجندر هو عباره عن ميل زي ما شفناها قبل قليل، وايضا راح يكون في عندي هون اللي هو نيو x element، سوري عندي هون اللي هو x element، وطبعا احنا هون بنحكي عن اللي هو total marks، وtotal marks قيمتها كانت هنا هون 800 زي ما شفناها قبل قليل. انا فعليا انتهيت من الستودنت اللي هو خلينا نحكي الاول، فبالتالي لابد انه نعمل الان كوما زي ما احنا فعليا شايفين، احنا هيك فعليا انتهينا من الستودنت الاول. الحين يجي مباشره الى الستودنت الثاني اللي هو فعليا بيحمل الرقم 102 واسمه روسي وفيميل و900، فبالتالي رح نيجي نحكي عندي هون اللي هو نيو اكس اللي هو element، وبحيث رح يكون عندي هون هذا الستودنت رح يكون هو فعليا student، وما ننسى انه هذا الستودنت له فعليا اي دي اتريبيوت وفعليا رقم راح يكون 102، فبالتالي راح يكون في عندي هون اللي هو نيو اكس اللي هو اتريبيوت، هون عندي الاي دي وراح يكون في عندي هون له اللي هو القيمه 102 زي ما احنا فعليا شايفين، وبعد هيك مباشره راح اكمل على نفس هذا الستودنت بحيث انه راح يكون في عندي هون اللي هو نيو اكس element، بحيث انه هذا اللي هو الاكس element اسمه حكينا روسي، فبالتالي راح يكون عندي هون اللي هو name روسي، وما ننسى انه هذا الستودنت في عنده another attributes اللي هم الجندر والتوتال ماركس، فبالتالي راح نحكي عندي هون اللي هو new اكس element، في عندي هون اللي هو الجندر، والجندر بالنسبة إلى روسي هو عبارة عن female، وأيضا في عندي هنا اللي هو another attribute اللي هو خلينا نحكي total marks تمام، وطبعا أنا عندي هنا total marks أتوقع كان 900، فبالتالي خلينا نقوم الآن وضع 900 زي ما احنا فعليا شايفين. احنا هيك فعليا انتهينا من هذا اللي هو الستودنت، الآن في عندي اللي هو another student، فبالتالي خلينا نجي نعمل copy اللي هو راح يحمل رقم 103، فبالتالي راح اجي اعمل له عندي هون اللي هو paste زي ما احنا فعليا شايفين، وبالتالي هون راح تكون قيمته كم؟ 103 زي ما احنا فعليا شايفين، النيم اسمه بام فيميل 850، فبالتالي هون عندي 103 103، الاسم عندي هون اللي هو بام فيميل، وأيضا عندي هون
احنا اللي هو 850 زي ما احنا فعليا شايفين. ايضا في عندي another student، فبالتالي خلينا نجي نعمل منه copy زي ما احنا فعليا شايفين. وايضا رح نعمل عندي هون اللي هو paste، هذا رح يحمل الرقم 104 والاسم تاعه هو جون هميل 950، فبالتالي هون رح يكون الاسم جون، وهون رح يكون ميل، ورح يكون عندي هون 950. اوكي زي ما احنا فعليا شايفين. الان احنا بعد هيك فعليا انتهينا من هذا الستودنت، فبالتالي الان فقط خليني اجي اقوم باغلاق عندي هون اللي هو التاكس زي ما احنا فعليا شايفين، وهون راح يكون في عندي سيمي كولون. اوكي بعد الان ما انتهينا احنا بحاجه لانه نقوم نسيف في هذا الدوكيمنت، فبالتالي حتى سيف هذا الدوكيمنت راح نعطي عندي هون الاكسبل دوكيمنت واعمل له عندي هون اللي هو سيف، وراح اسيفه في نفس المكان الموجود في هذا البروجكت. حتعرف وين هذا البروجكت موجود، فبالتالي راح اعمل رايت كليك عندي هون واعمل اوبن فولدر ان فايل اكسبلورر، واخذ نفس هذا الباث الموجود عندي هون، وايضا بعد هيك راح اجي احكي له عندي هون فورورد سلاش، واعطيه عندي هون اللي هو مثلا داتا دوت عندي هون اللي هو اكس ام ال. وايضا بعد هيك راح اقوم عندي هون بعمل اللي هو ات حتى يتجاهل عندي هون الاسكيب كاركتر. اوكي خلينا نجي نعمل رننج للابلكيشن، بالضغط على كنترول واف 5 لاحظنا مباشره نفذ الابلكيشن بدون ما انه يعطيني اي شيء. الان لو بروح مباشرة عندي هون على الـ على الـ على البروجكت، اوكي او هنا عندي البروجكت اللي هو عبارة عن ليسون 1، خلينا نجي نعمل عندي هون الان ريفرش. الان لو بروح مباشرة بعمل رايت كليك اوبن فولدر ان فايل اكسبلورر، لاحظ انه هذا هو ملف اللي هو الاكس ام ال، لاحظ انه تم انشاء عندي هون ملف الاكس ام ال. طبعا بامكانك انك تفتحه باي اديتور موجود عندك، اوكي ايضا بامكانك انك تضيفه الى نفس عندي هون اللي هو البروجكت، فبالتالي بامكانك انك تعمل هون اد اكزيستنج ايتم وفعليا تضيف هذا الاكس ام ال دوكيمنت الموجود عندي اللي هو داتا دوت اكس ام ال، دبل كليك عليه هذا هو الاكس ام ال اللي تم انشاؤه اوكي من قبل تقنيه اللينك تو اكس ام ال. اوكي اذا هذا هو كل شيء بالنسبه لدرسنا لليوم، بتمنى يكون درس اليوم واضح وسهل. اخيرا ثانكس فور listening and have a great day.